أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح قيامي لليل بثمان ركعات بتسليمة واحدة، حيث إني منذ سنوات وأنا على ذلك وجدت نفسي تعودت على هذا؟ سمعت هذا أن الرسول كان يسرد الثمان ويجلس بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. إذا كنت تفعل هذا فهذا وجه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينبغي المداومة. الرسول كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم.